قصة ظريفة ولطيفة تصير. نعم. استئناس بها بس. يقولنا كان بنت جيرانهم وش حليلها وش ملحها وهي صغيرة. والرجل شاب جاي يدرس هنا شاف عمره 8 و10 و9 وقلبه متعلق بها الصغيرة. جايز تله. ذولي تجار قصر وذا ساكن له في غرفة مدري حقت حارس، المهم انه ما في يعني تجانس ولا. لكن رجال محافظ ومصلي وابوها كذلك يصلي. يقول يوم وصل عمرها 18 او 17 خطبها، قال بروح خلهم يردوني وارتاح. أيه. يعني عشان احس اني خلاص بكره اتزوج بتقطع قلبي عليه. يقول انه تحمس ويوم راح البيت وطق البيت وذاك السور الكبير، يلا وصلنا المجلس، يوم وصلنا المجلس يلا وصل اخره كبير بيت اني روح. ايوه ابى اسولف تني براكان اليوم. اذا قصه يقول يجلس ويجي ابوها ويسولف وياها، ابوها يشوفها في المسجد يصلي معهم يعرفها رجال حبيب. ويقول يوم بغيت اهون، يقول بغى يهون يرجع بس اني يتسلم ما قدر، يقول ما ادري اني خطب يعني وش لا عندي شيء ولا فيه حتى كاكاو. بالاخير قال له انت وش عندك جاي ايش عندك؟ قال والله اجل العلم اني والله كذا كذا ودي والله اقرب منكم واذا كان في مجال ويعني واستخير والله. لا تستعجل عليك. لا تستعجل، استخير الله ويسهل الله. نعم دار الله اذا كتب الله شيء بيصير والامر سهل. قال لا لا ان شاء الله امر سهل. انا قلت يعني بيجي احد بيطردني بي. قال له مشان نشاورهم ونرد لك. قلت زين الحمد لله الامور طيبه ان شاء الله. يا سلام. يقول يوم قام له اسبوع او 10 ايام وشافه في المسجد قال تعال ابيك. يوم جاء قال ترى الجماعة وافقوا. آه ما شاء الله. اي بس الله. بس بشرط ان عندنا بيت انك تسكن معه في البيت اللي وش ذا الشرط الزين؟ وش ذا الشرط الزين؟ هذا والله يدور. يقول المهم انه شيء حلم ويصقع هو صدق ذا ولا انا في حلم؟ هذا بيرثى في الكاكاو. وقال ابد اللي عندك هاته واللي مهم موجود ان شاء الله الامور طيبة ولا انه من نشاج الرجال الى اخره من كلام الزين. يا سلام. اشتري الرجال. ويروح المهم ويتم الأمر ويتزوجها ويستانس معها عاد يوريها قصايده يوم عمرها 8 وكذا يوم عمرها 9 يوم زنازة كل سنتين يكتب فيها قصيدة عجيب. يقول عاد هذا اللي يرويها يقول قالت خلاص يعني تزوجتني صكيت عليه ما عاد في قصايد. يقول عاد قال بيتين على عجل. يقول قالت عيوني تملك الزين وافي وافي شفها عسى تكتب قصيدة جديدة. جديدة. قلت اعتذر لا تتعبين القوافي وشلون بكتب بالقصيدة قصيدة. الله أكبر. الله الله. شو بكتب؟ والله لطيف. يا زين الحب. ما شاء الله. لا. الله عطناها بلحن. لا لا ما تجي. وش اللي لا؟ هذا حجالة قلتها. لا لا. حافظ الأبيات. لا لا ما تجي. خفيف كذا. لا لا خلي خلي والله ان شاء الله مره ثانيه تبون لحن ولا ما تبون لحن؟ لا لا تبون لحن يا ابو الحسن؟ يلا يا شيخ ابو عبد المحسن لا باس يا شيخ ابي اجيبها مره ثانيه ان شاء الله بجيبكم شيء ثاني. ما تصرفنا كل ما شيء تجيبهم كل ثانيه عطنا وش اول شطر يقول بعطيك لحن انا يقول قالت عيوني تملك الزين وافي لحظه ايه قالت بقول اول واحده وانت كمل ابشر خلاص قالت عيوني قالت عيوني تملك الزين وافي قالت عيوني تملك الزين وافي فعسى تكتب قصيدة جديدة الله تعتذر لا تتعبين القوافي وشلون بكتب بالقصيدة قصيدة الله الله يرفعك عدها 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 يا شيخ لا بيتين